مع تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري، نعيش في هذه الأمسية بمشيئة الله، فأسمعنا يا أبا عبد الرحمن. باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟ نعم، هذا مبحث دقيق من دقائق علم البخاري، فكما عودنا فهو يعرض المسألة بشكل عام، ثم بعد ذلك يبدأ يدقق في المسائل، وهذا إن دل على علو فقهه، ودل على دقة استنباطه رحمه الله. فقال: من كانت له مظلمة عند الرجل، مظلمة عند الرجل، إذن في ظلم، في ظلم، مظلمة عند الرجل، فحللها. إذن بما أن هناك مظلمة، ماذا يقابل المظلمة؟ التحليل. التحليل. إذن ما معنى التحليل؟ ها، بما أنك عرفت الظلم وهو وضع الشيء في غير مكانه، انتهى. طب حللها، نعم، عفى عنه. طيب أنت في حل مما ظلمتني، انتهى. استنى شوي، ما خلصناش. طب ما هو الدرس الماضي وتكلمنا عن العفو، شو الآن جديد؟ الآن يختلف الأمر، ها، ماذا يختلف؟ لا، من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، لو قال لغيتون لقلنا هذا شبيه بالسابق، لكن الزيادة توضح أن هناك فرق. قال: هل يبين مظلمته؟ إذن هل يبين مظلمته؟ أعطتنا شيء جديد وزائد، اتضح. ما هو الشيء الجديد والزائد عن المبحث السابق؟ هل ينسى ما ظلمه؟ لا 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 لا، أن له حق. لا يا عمي، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. مقدار المظلمة. يعني ايش هقرب الاخ، ايش يعني مقدار المظلمة؟ مش فاهم يعني اخونا، يعني جوابه قريب بس بدنا اوضح. هذه المظلمة هل هي مادية تتعلق؟ لا يا اخي، الله يرضى عليك. هل يبين مظلمته؟ هذا الذي عفي عنه، وذاك الذي عفى، لابد من الطرف الأول اللي هو الظالم أن يبين للمظلوم مقدار ما ظلمه، وفي نفس الوقت المظلوم عندها يحلله، يسامحه بجميع ما ظلمه. مثال عملي، دعونا نعيش مع مثال عملي واقعي في زماننا حتى نفهم هذه المسألة. من يعطيني؟ إذا كنتم فهمتم فالأمثلة كثيرة على هذا الشيء. طيب أعطيك مثال. أنا اغتبتك، عافانا الله وإياكم، مثلا أنا اغتبتك، لكن هل تعرف أنت مقدار ما أنا اغتبتك؟ يعني بإيش حكيت عليك؟ بماذا وبمقدار؟ ربما اغتبتك في دقيقة، وربما اغتبتك في مجلس من أول ما جلسنا لحديت ما قمنا، وأنا نازل فيك إيش؟ غيبة. هذا ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. الآن أريد التحلل، هناك يوم قيامة، هناك حسنات. فجئت إليك قلت لك سامحني وأطلب منك المسامحة، جميل لغاية الآن، مفهوم؟ فقد اغتبتك. الإمام البخاري بيقول لك هذا مش كفاية،
ليه مش كفاية؟ لما ليس بكفاية؟ لما ليس بكفاية؟ لأنه لم يوضح له الاغتياب اللي اغتاب. أحسنت، هذا ما يريده البخاري. هل يبين مظلمته؟ هل يفصل؟ أنا اغتبتك، ممكن اغتبني إيش؟ أنا سفيان اغتبتك، ممكن أنا اغتبتك إيش؟ في كلمة، ممكن إيه؟ في مجلس، ممكن إيه؟ في مجالس. لا 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 لا، الإمام البخاري يبين، هل يبين مظلمته؟ من الذي سيبين؟ الظالم. هذا الظالم لابد أن يبين، يا أخي أنا ظلمتك واغتبتك وافتريت عليك بدل المرة عشرة، واللي بدك إياه خذ إيش ما بدك مني في الحياة الدنيا، لازم أنا أجي أحكي لك هيك، خذ ما تريد مني في الحياة الدنيا، المهم أن أتحلل. واضح؟ فالإمام البخاري ماذا يقيل؟ هل يبين مظلمته؟ لأنه هذاك إذا عفى عنك ولم يبين مظلمته، أنا اغتبت، تيجي أقول لك يا شيخ أنا اغتبتك سامحني، مش مشكلة يا شيخ، بظلك أخونا وحبيبنا، الله يسامحك، روح. بس أنت مش عارف، مش عارف أنا شو اغتبتك والمقدار والتفاصيل. طبعا لا نتكلم عن مبحث آخر أنه ممكن يترتب مفسدة أكبر، فبالتالي لا ظلك ساكت وما تخبره، لأنه هذا ممكن يترتب عليه مفسدة أكبر. طيب نعطيك مثال آخر عملي في زماننا، مين بيقدر يعطيني مثال آخر؟ عشرات الأمثلة فيه، وين أنتوا عايشين يا أخي؟ ضربت لك سيارتك، جيت عليك تقول لك يا أبو فلان أنا ضربت سيارتك، ضربت سيارتي سامحني، يعني ما معي إشي سامحني، ضربت لك سيارتك، هاي أنا أحدثت في سيارتك أذى وضرر، هذا شيء ثابت ولا متفاوت؟ متفاوت. تعال سامحني بالله عليك تسامحني. طب خلينا أشوف السيارة أول، خلينا أشوف شو سويت، بجوز تكون إيه قحطها، يعني أنا سيارتي لمست سيارتها، هي لمست بس لمست بتحطيم ولا لمست بشيء يسير؟ لابد أن يبين مظلمته. هذا عشرات مثال، ثالث ورابع وخامس. ثالث، رجل سرق من رجل آخر فأتى إليه قال لقد سرقت من منزلك شيئا هل تسامحني؟ هل يبين له مقدار السرقة أم لا؟ نعم، هذا مثال واقع عند الموظفين عندما يستأمنه صاحب العمل ويبدأ هذا الموظف يسرق، وخصوصا إذا كان هذا الموظف من الأرحام، ابنه أو أخوه أو أخته أو أمه. انسى الموضوع، لسنا بصدد الأم، لأن أهل العلم يجيزون للأم أن تأخذ وقت الحاجة من غير استئذان، الأم لا ينطبق عليه الحكم، فعندها ماذا؟ ماذا يترتب؟ أن هذا الشخص سوف يستأمن تماما. طب أراد أن يتوب، أراد أن يتوب، فلا بد عند التحلل من معرفة كم سرقت مني، وأنا سرقتك سامحني، سرقتني سامحني، كلام شو ماله؟ مجمل، بدنا بيان، كم سرقتني؟ ما هن 10,000 دينار بس، كم؟ 10,000 دينار ليس مثل 10 دنانير، أنا فكرتك 10 دنانير شريت حليب لأولادك، 10,000. إذن لابد من البيان. طبعا الآن موضوع آخر، المصالح والمفاسد برضو نفس الشيء، مطالب أن ترجع 10,000
زي ما أخذتن بالسر ترجعن إيش بالسر. هذا له وجه، وأهل العلم بيجيزوا أيضا إنك تعرف حسابه كما هو حسابه في البنك، فتودع عن طريق شخص آخر لا يعرفه، وهكذا له صور. المهم أن توصل المال لصاحبه. طب مثال رابع، طب في خامس وفي مش واضحة الصورة لهسه؟ مش قادرين تعطوني أمثلة واقعية؟ بعطيك 100 مثال.